انتوا هتاخدوا الصوره زي ما انا وريتكم كده، هتلاقوا الصوره عندنا في جروب اتحاد المدرسين العرب للخياطه والبطرون. طيب هتحصلوا على الصوره ازاي؟ يبقى احنا كده هنكبرها على كام بقى؟ على 865 مللي. 865 مللي، اه عرضها هيبقى 865 في طولها 100 و 100 في طولها 101 متر. سلام ضرب جد متر و 15 سم 15 سم. ماشي هتطلع بقى كده بقى انت هتكبر الصورة. بعدين هطبعها بقى. هتطبعها؟ هطبعها بقى. ما انت هتدخل نوع المكنة الطبع اللي هي بتطبع الكبير. ايوه ساعة طبعا كده. خلي بالك الأكبر بقى. هيبقى اللي فوق 800. ايوه. 150 مش الوان. ايوه عارف. وصلنا للنص. السلام عليكم. زي ما انتم شايفين دلوقتي احنا معانا جاكيت بدله حريمي او بليزر حريمي دوت، ثلاثه زرار واماكن الزرار متعلمه عندنا. انا ما عملتش جيب عشان خاطر لو في ناس عايزه تعمله بجيب ولا لا. وطبعا ده الفتحه اللي هي بتاعت القلاب ودي اللي هي بتاعته. طبعا الكم عملناه كم قطعتين، كم جاكيت بدله، وعند الظهر قطعتين في اماكن البنس متعلمه، ولكن البنس الظهر متعلمه والتكسيم وكل حاجه. ده يا جماعه الجاكيت البدله احنا عملناه خلصناه. ده اول باترون هديه ان شاء الله، لان الناس كلها عماله تطلب جاكيت جاكيت جاكيت، وفي ناس عماله تطلب اطفال، فان شاء الله المره الجايه ننقي موديل اطفال ونعمله. طيب دوت مقاس كام الجاكيت ده؟ الجاكيت ده مقاس 48. الجاكيت ده يا جماعه مقاس 48. طيب الكم طوله كام؟ الكم طوله صافي 62. احنا سايبين له سنتي خياطه من فوق وسنتي خياطه من تحت، ومكان الفتحه مرسوم اهو. بس في حاجه عايز اقولها، ان انا كنت عامل خط مقاس 3، فلما اتكبرت الصوره الخطوط طلعت تخينه شويه وبكسلت مني، يعني عملت يعني الخط تلاقي فيه زي كسرات كده. طبعا معلش بالمقص انتوا بتظبطوها، وان شاء الله في البطرونات الجايه احاول ما اخليهاش تبكسل. بصوا بقى يا جماعه البطرون ده طلع ازاي. انتوا هتاخدوا الصوره زي ما انا وريتكم كده، هتلاقوا الصوره عندنا في جروب اتحاد المدرسين العرب للخياطه والبطرون. طيب هتحصلوا على الصوره ازاي؟ هتلاقوا الرابط بتاعها تحت الفيديو اللي احنا بنشرحه ده على اليوتيوب. هتبصوا تحت في حاجه اسمها صندوق الوصف، هتلاقوا الرابط بتاع الصوره. اول ما تدوسوا عليه هتخشوا على الصوره مباشره. طيب الصوره دي هنعمل فيها ايه؟ هنكبرها 115 سنتي، يعني العرض بتاع الصورة يكون 115 سنتي واحد من عشرة، وهتلاقوه مكتوب على الصورة الرقم دوت. والطول بتاعها 86.5، 86.5 دوت حجم الصورة كله، لكن الباترون صافي. طول الجاكيت فيه صافي 80 سنتي، طول الجاكيت صافي فيه 80 سنتي. وسع الهانش 128، وزن الهانش 128، والصدر بتاعه دوران الصدر 108. طبعا زي ما احنا قايلين في سنتي خياطه، اللي عايز يشتغل على الصافي هيشتغل على الخط اللي جوه، واللي عايز يشتغل على سنتي الخياطه زي ما هو. طبعا حتى اللياقه سيبناها برضو، اللي عايز يشتغل على اللياقه صافي او يشتغل على اللياقه اللي جوه. طيب هنصفيه دلوقتي
بالمقص. طبعا انا بمشي ايدي مستقيمه ماليش دعوه بالخط المبكسل. طبعا كده احنا طلعنا القم، طبعا الخطين دول يا جماعه هيمشوا كده. اللي عايز يعمل القم هيطلع الجزء اللي جوه بفتحه بالفتحه بتاعته، يعني ده كده الجزء اللي هو الكبير بتاع القم. عايز اقول حاجه عشان في ناس بتسال التركيب ازاي، دي تحت الباط وفوق الخط ده الكتف. يعني اللي عايز يركب دوت الجزء بعد ما تقفل ركب الكم، تعمل فرد هنا ده تحت الباط اللي هو تحت الخط دوت، والخط دوت اللي هو بيتركب على الكتف من فوق. طيب نصف الضغط. معلش المكان عندي ده ما بعرفش اخد حريتي فيه. طبعا انا مش كل مره يا جماعه هطبع الورق ده، انا بعد كده ان شاء الله كل خميس هنزل لكم باترون لو ربنا اداني الصحه ومفيش حاجه عطلتني، ومش اكيد كل خميس بس هحاول على قد ما اقدر ان انا انزل لكم كل خميس باترون على حسب اللي انتوا هتكتبوه. وطبعا انا عايز اقول لكم حاجه، انا بشكركم جدا يا جماعه على الناس اللي عملت لايك. كنت طالب 300 لايك في الفيديو الاولاني، من 300 350 صحيح، احنا حصلنا على 300 لايك فده امر جميل جدا. اما بالنسبه للناس اللي ما عجبهاش الفيديو كتب وعملت انلايك عادي جدا، فدوت بيدل ان في تفاعل بالسلب وبالايجاب. زي ما انتوا شفتوا كده في الجزء الاولاني من الفيديو، طبعا ده معمول فيه قصر برنسيس من على الكتف، مرضتش اعمله لكم عادي. عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، انا بعمل لكم مقاس كل اسبوع هعمل لكم مقاس ان شاء الله. ان شاء الله لو تميت 100,000 مشترك هعمل لكم الصوره لوحدها فيها 5 مقاسات تقدروا انكم تنشروها، ويكون اي حد عايز يشتغل بطولات يشتغلها في اي مكان في العالم. قلت لكم في حته كنت عايز اعتذر فيها المره اللي فاتت في الفيديو، قلت ان شاء الله البطولات دي مجاني لكل واحد في الوطن العربي، فجالي تعليق قال لي طب احنا من فرنسا هل ممكن ان احنا نحصل على البطولات ديت؟ طبعا من اي مكان وانا تحت امركم وتحت امر اي حد في فرنسا او في اي دوله في العالم. كل الناس اخوات يعني يا جماعه.
زي ما انتم شايفين كده دوت الظهر وده الست. طبعا في هنا علامه اهي وعلامه اهي وعلامه اهي وعلامه اهي، دي علامات تجميع بتاعت الستر بعد ما بيتقفل الكتف. بعد ما بيتقفل الكتف يبقى في علامات تجميع، في ثلاث علامات تجميع عشان تسهل عليكم، فاللي عايز يعمل علامات التجميع بيعملها بافراد عادي خالص. زي ما انتم شايفين كده عملناها افراد عشان يبقى علامات التجميع. طيب يا جماعه اللياقه اهيت ممكن اي حد يشفها، وطبعا سايبين كمان ساقط الخياطه يعني دي هتقص بالفولدين وهنمشي على العلامه اللي جوه. فده الصدر اهو متجمع ده. طبعا لو حطينا ساقط الخياطه على ساقط الخياطه يبقى بالشكل ده كده، ولو حطينا الظهر اهو وعندنا الريفير بتاع الشاكت بصوا اهو لوحده قالب اهو. ادي الريفير بتاع الجاكيت وادي الظهر بتاعه بعد ما نصفي صنط الخياطه. طبعا هو بارز عشان بروز الست لو حد عايز يقلله شويه. وادي الظهر وادي خياطه الظهر كده. الجاكيت خلصان مقاس 48 كامل قدامكم اهوت، وادي الكمام. طبعا سامحوني انا عملت الكمين في بعض. طبعا لازم اقول معلومه خطيره يا جماعه ودي مهمه جدا، وركزوا في المعلومه دي. لازم تعرفوا ان الورقه زي ما احنا شاورنا عليها في الاول عرض 115 في كام؟ في 86.5. في حد ممكن يغلط ويعكس يعكس الاطوال دي، فهيخلي الباترون مضغوط فهيبوظ المقاسات. انا طبعا كنت بقول لكم الارقام دي ليه؟ علشان خاطر لما تطبعوه يطلع معاكم بالشكل ده، ولو حد طبعه وطلع غلط ده مش مسؤوليتي، دي مسؤوليه الطباعه. لكن كده يعتبر باترون مجاني لاي حد عايزه في اي حته في الدنيا. وانتظرونا الاسبوع الجاي في باترون جديد، وما تنسوش تدوسوا لايك. سلام عليكم.